شكون انت؟ شكون؟ انا صحافي، صحافي شتعمل هنا؟ شكونك انت؟ شكون؟ اش تعمل هنا ساعة؟ الصحافي اش تعمل هنا يا خويا؟ سرقوني سلحوني 16 نعلوش بحذايا، زعما قتلني، ضربني بسيف، نحصر فيه ضربني بسيف. بسيف اضربه واضرب الكرتوش. وهذا يصبر ساعة ساعة براكاجات في النهار، براكاجات في النهار، فكوه ساعة في النهار قدام. أنا خدام سرح بنعجات، شكتفوه وهزوا فكوه وهزوا 16 نعاش. علاش في العيد؟ النحل نتاعي تسرقت، عرضت عملت سرقة وهزوا كفنوه في بلاصة بعيدة، خلطت على النحل نتاعي. لقيتها مشيت علمت السيد رئيس مركز صماطر، قلت له الحل نتاعي راه تسرقت ولقيتها، راه مش نصب عسل، مش يشد السرقه، مش عامل مسؤوليه. قال لي ممنوع عليك باش كتف، مش نعمله انا في ساعه ولا ساعتين تاع الليل، باش دبر له شاهد باش شاهدوا في الليله من قعفور. يقول لي فصل القلم نتاعه، قال لي مش تعمل، قالوا لا ما نجم ما نحكي المشي المحامي نتاعي سارق. فلاح يا ولد عمك شوف فيها بحضر المشي نتاعي، نعس على المشي نتاعي، شنو الدبوس؟ الدوله خلتنا باش نعسوا بالدبوس احنا، هذا ممنوع علينا باش نعملوا سلاح وباش نعسوا على الصايم نتاعنا. انا متعرضين للسرقه وليد عمي، كل يوم كل يوم تسمع غريبه بحذانا لهنا. سرقوني انا قبل، سرقوني 16 علوش وجاري نهارين حولوا 40 نعجه لهنا نهارين. نعس بالدبوس مش نعمل ولد عمي؟ بتبيعها ويضربوا، يدخل عليك بسلاح ولا يضربوا بسلاح كماين في الليل، ديماكس وقت تبات الدور ويجيبوا لنا في الدوايات، يدوروا لنا حشاك في الكلاب، يقتلوا لنا فيها ويدخلوا يهزوا لنا في صاحي، يقتلوا في الكلاب حشاك بالدواء، يجيبوا في الدوايات ويلوحوا لهم فيها ويوروا لهم فيها في التلفز ولا قادوا فيها السريق طويق، يتفرجوا في التلفز ويجيبوا في الدوايات يلوحوا فيها الكلاب. وليد عمي بتبيع واحنا ممنوع عليها باش تعمل سلاح باش تعس بيه على روحك؟ عامل مطلب من 2013 اليوم الى هذا ماخذ بالرفض، العمر 50 فوق ال 50 سنه العمر. بتبيع في الليل حصروا فيهم وقتوا، لو مش معايا اخوتي ليلتها كانوا حلوا فيا كارثه، كانوا يذبحوني مره واحده. اربعه من الناس زوز دي مكسويات دخلوا لهنا، خلوا كراب في الكياس وجوا يهزوا في السعي، نقلوا على الكياس غادي يعبوا فيه، نحصروا فيهم ضربوا عليه بالكرتوش وطيشوا الدنيا كلهم، قتلوهم الكلاب كل قتلوهم لي. قبت البيع خربا كلاب تاع نتاع تاع جاري قتلوهم لي، المعاود دبرت حشاك كلاب اخرين جبتهم باش نعس بهم في الليل تولي هنا بحذاي. النعاج نتاعي وعلاش يسرقوهم لي؟ وزادوا النهارين سرقوا جاري، جاري سرقوا له 40 نهارين مسكين، والله يدخل فصل المراح ويعود يبكي ينوح في فصل المراح نتاعو، هذاك براس المال نتاعو ما عنديش، هو بالعصا والبروجيكتير بيت نعس هنا، ثم حاجه باش نوز جاري باش يجي معايا يجري. بتبيع زعيت بتبيع نخز الضو ندري عليه استغربت، قلت شكون دخل لي تو في الليل؟ معاناه فوق ما تتصور. شوف فينا وليد عمي، شوف فيه الواحد يبط لا من السرد ولا من الواحد باش يعس باش اكثروا نتاعو باش ما تسرقش هذيك. ما عندناش، ممنوع علينا باش نعملوا السلاح، السلاح ياخذ فيه ولد سي فلان ولد سي فلتين 18 سنه ياخذوا في رخص السلاح، احنا ما عندناش الحق باش نحمو لا من الزرعه نتاعنا لا من نحمو الزواتين نتاعنا لا نحمو الماشي نتاعنا. الزرعه نتاعنا اللي بتبيع الحلو في الربيع في الشهر هذا يوصل يتولد في وسط العام نتاعنا، يتلف نسبه كبيره من القمح نتاعنا، الحلوف ولا من الزيتون، شر الزيتون كله يطلب ياكل الحلوف موجود من الجبولات هنا كلها جبولات. ولد عمي راه يدخل الحلوف بجنب الديار في الليل في الزيتون بات بدون تهرب فيه، تضرب العصا في البيدون باش يهرب شوي. بتبيع صغير ما يجمش يخرج في الليل لا من الذيب ولا من الحلوف، راه ما يجمش يخرج صغير في الليل، موجود متوفر الذيب سيف كبيره ياسر، جابته ولا الدوله وقاديته ولا في الجبل هنا، جابته نوعيه تعذيب، جابته الدوله ومسيباته ما يحشمش، يدخل يقرب لك مره واحده يقتل النعاج بتبيعه، يدخل الذيب لهنا قداش من مره يدخل ياكل لك نعجه اثنين، لا يزي بالسرق تغفل شوي لا من السرقه لا من الذيب، متعرضين لجميع النواحي، نعيشوا في الجبل هنا بحكم منطقه غابيه ومنطقه فلاحيه، زاويه النادي عماده التركلاش معتمديه مطر ولايه بنزرت، والله ماني عارف نقي السوابق العدليه، العمر فوق ال 50 سنه، عامل مطلب من 2013، نجيب لك تو كان تمشي معايا للدار نجيب لك النسخه نتاعها بالرفض، نباتوا البر نعسوا ولد عمي، مش نعمل في النهار واحد تعب وفي الليل يبات يعس، يعس على الذيب وعلى السرق، انتشر بسيفه كبيره ياسر، ولت عصابات عصابات يتعداوا ويبعد في الكياس، يحطوا كهرباء في الكياس ويدخلوا على ساقاهم، يقربوا في الليل يقربوا حضر الدار نتاعك يترصدوك، تغفل شوي ترقد يهزوا لك ساعيك، يجيب حشاك الدواء يحطوا للكلاب قتلت الكلاب، مو شكون مش يفيقك الكلب شوي، الكلب يحط له دواء يقتلوه يقتل الكلب ومن بعد يسيبوا الساعي. برشا فلاح تعرض لعمليه السرقه والسطو بسيفه كبيره ياسر، الجمعه اللي فاتت سرق جاري لهنا 40 نعجه نحواله، والله صدقني لقت فيها فوق ما تتصور. بو عائله صباح يدخل فصل المراح نهارين يدخل يبكي يبكي يخرج. 40 نعجه هزوا له، قتلوا له كلاب كله هزوهم، تقصير من الدوله ولد عمي من الدوله، نورمالمون وزير الداخليه ينظر مطلب كي يجي يقول بين يديه نقي السوابق العدليه، العمر فات 40 سنه فلاح يلزمه باش تبطها بالرخصه نتاعو.
علاش يتمتع بها ولد سي فلان وولد سي فلتان؟ العمر 18 سنه و20 سنه وما يجوا يصطادوا لهنا، احنا في البرد وكل شيء وليد عمي، لا من الصابات نتاعنا لا من الزواتين نتاعنا لا من السعي نتاعنا، والاكثريه الصاط نتاع السرق يهزونا في الغنم والعلاش نتاعنا، والبقر المواشي بصفه عام، والذيب تبيع الدجاج في النهار يهز فيه في النهار مش في الليل. دجاج يهز فيه في النهار ذيب، هذا دي من جميع النواحي، والله الواحد يخمم مشي نحال ماشي مره واحده يبيع ويرتاح، ما يجيبش يخرج في الليل. ما نجمش عندي تلامذة يمشوا من 5 تاع الصباح يقعد خايف عليهم وقت شختوا الكياس باش يختوا الكياس مش في 7 كيلومتر يا توصل اولادك يا دبر باش توصل اولادك يا تعس في الليل تبات تعس على سعيك يا الصباح 5 ونص الصباح باش ينزل شيء على اولادك وفي النهار الواحد يخدم المتاع نعانوا من السرقة ومن جميع النواحي وليد عم الحل لازم الدولة نشد رئيس الدولة تدخل العاجل للمنطقة هذه وزير الداخلية كذلك ولي بنزرت يدخلوا بالسلاح يتغسلوا يضرب بالسلاح يضربوا الكراب يرجعوا لهم بالكراب يضربوا فيهم بالسلاح انا ضربني بسيف بسيف اضرب راكب فيها واحد من تالي اخوتي جابوا كياس وانا جبت كياس بالسيف اضربني بترافيرس كرب نتاع جاري راكب فيه حب يذبحني ذبحان بالطبيعه هزهم لي ومشيو ما خلطتش عليهم الكرب اللي حصلوا فيها فارغه الكرب الاولى عبت والثانيه فارغه ضرب اللي عاد راكب فيها من تالي ضرب بسيف حب يذبحني ذبحان مره واحده بالطبيعه باش تخافش نشدت نشدت علمت الصولات تو نجو تو ننظروا تو نجو ما ثم حتى شيء لا تو الساعة الحالي تو الحلوف صابت الزيتون وفات كان وقت الزيتون بات نعسوا عليه الحلوف تويك نعسوا على الماشي ساعات نرقد اول الليل تعس المراه شوي نفيق مخر شوي نشد انا العص ثروه كثيرين ولد عمي يولي سرقه في النهار ما عادش في الليل ايامات العيد تولي في النهار حتى في النهار ولد عمي تعرض للسرقة يحسب روحه جاي مش يشري ما عنده حتى في النهار متعرضين للبركاجات ولد عمي للساعه معاناه جرت الحيوان نتاعنا ومعاناه اكثريه الفلاحه باعت لهنا اكثريه الفلاحه نحت الحيوان الثروه الحيوانيه نحت علاش من السرقه يقول لك نستثمر بها في حاجه اخرى خير ما ينحوها لي مره واحده معاناه فوق ما تصور ودعم بالطبيعه كل سارق ما تلقاهم عندهم والقيد نتاعهم واللي يقيد فيها بالطبيعه مش تلقى واحد ولد بلاد هو اللي يجيب فيها ما يجيش تو انت جاي من البعيد تدري علي انا عندي علاش هنا ما ودي ولد بلاد هو اللي مش يجيب هزوا لي 12 بيت نحل فقت بهم بالطبيعه رجعت نحل رجعت اما العلاش مشي بالطبيعه ما تهجمش قال لك ممنوع عليك باش تكتفوا ممنوع قال لك تكتفوا تحمل مسؤوليه يسرق وما تنجم تعمل حتى شيء القانون مع السارق تو انا جاري تشد وسارق شدو قال ما نتكلم المجي المحامي نتاعي اي سرقوا ووصلوا للمحكمه لهنا وتشد من قعفور يقول هنا في يقول هنا في المنطقه نتاعنا في ترقليش لهنا ماطر تابع ولايه معتمديه ماطر من قعفور في المات 3 تاع الصباح لقى فصل غلم جو يكلموا فيه وعلموا الصولات خلطت الصولات قال ما نجم نحكي المجي المحامي نتاعي السارق او معاه القانون السارق تو لا نجموا يعملوا حتى شيء مول الساعه جلست لهم بحث يبحثوا كيفاش شديتوه كتفتوه رست لهم معاناة بتدخلات باش روحوا مول السعي نعانوا فوق ما تصور ولد عمي فيه. من جميع النواحي من السرقه من بتبيعه راهو ريتها من قعفور اكيد معاه واحد ولد بلاد معاه من المنطقه راهو هو اللي باش يهز وهذاك عنده وهذاك عنده وهذاك عنده هذاك وحده يعس وحده وما يعمل شيء هذاك رد بالك منه راهو تو العباد المسلحه هنا ما يقربوهاش وما يتمسوش المش مسلحين هم المعرضين للسرقه